نحن الملتزمون في الرسالة، تتجاذبنا الأمواج المختلفة وتقذف بنا هنا وهناك متحملين المضايقات. إنك تكون مرسل باسم يسوع، هيدا بيعني إنك تكون مستعد لحمل الصليب يلي هو عثارة وجهالة لفكر العالم. أراد الأخ توما الكبوشي يلتزم برسالة معلمه يسوع، أراد ينشر علم الخلاص من خلال نعمة الوعظ والمثل والإدوة، وقدام الصعوبات كان مثل بطرس عم يلتمس من صميم قلبه النعمة من يسوع. أعطينا يا يسوع بشفاعة الشهيد الطباوي الأخ توما الكبوشي نتمسك بصليبك ونلتزم بإنجيلك. أمين. مثلك يا توما علمنا.